طب بالمناسبة بقى، بدل ما احنا جبنا من السيرة ديت من غير ما اجيب اسماء حد، كتير من اللي قاعدين معاكم دول وناس اقتصاديين اعمق واعظم منهم، في بداية 2014 التقيت بيهم. تحبوا تيجي تمسكوا الوزارة؟ ها؟ الوزارة؟ قالوا لي لا، احنا لينا تاريخ. احنا يا دكتور مصطفى، يا مستخسر تاريخك في بلدك؟ انا مش بلوم حد، والله ما بلوم حد. طب من روحك؟ قال لا، غير احنا نعرف يعني ايه الحال ده ممكن ينجح ولا ما ينجحش، مش هنقدر. فبدل ما احنا يتحط علينا ان احنا فشله، خلينا بعيد. حد تاني قال لي لا، انت هتديني كام؟ انا باخد مليون واتنين مليون في الشهر، هتديني كام؟ قلت له ما اقدرش اديك كده، قلت خلاص سيبني في المكان اللي انا بشتغل فيه، ولو اي نصيحه بقولها لك يعني. برضو ايه ليه بدأنا الكلام وخد منحى مختلف عن المسار بتاع المؤتمر؟ لا والله والله والله، اللي انا بتكلم فيه ده في صلب المؤتمر وفي صلب الحوار الوطني اللي احنا بنتكلم عليه. عايزين نشوف زي بعض باختلاف. ايوه، قول لي وجهة نظرك بقى في حل الموضوع. انا حليت المسألة بتاعت المواني وبتاعت البنية الأساسية للدولة دي بطريقة تانية. المسار اللي انت كنت بتطرحه وتقول لي اطرحها للقطاع الخاص واطرحها للاجانب، وانا معاك، بس انا ما عنديش وقت اتاخر اكتر من كده. ما عنديش وقت ايه؟ اتاخر اكتر من كده. ما عنديش مهله 10 15 سنه عقبال ما اطرح والناس تيجي واقعد اسوقهم، واحنا شاطرين نسوق. لكن اللي انا اعرف اعمله ان اعمل. اللي انا اعرف اعمله ايه؟ اعمل انا. طب بقت موجودة، اللي عايز يتفضل. لكل الناس بما فيها شركات الجيش، أيوة والكلام ده قلته بدل مرة كم مرة يا دكتور مصطفى. طب شركات الدولة مطروحة؟ أيوة. أنتوا يعني مش بتعتبروا إن اللي موجود ده فرصة، مش كده؟ طب وماله؟ والله 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 أنا صادق معكم، كل شركات القوات المسلحة معكم. يلا، كل شركات الدولة اللي موجودة معاكم، بس ما تجيش تقول لي ايه؟ طب معلش بقى، نفض لي منها العمالة الزايدة اللي موجودة دي والدهاني. ينفع يا دكتور مصطفى؟ لا صحيح؟ طب ازاي يعني؟ انت اللي بتيجي تعمل شركة قطاع خاص بتنقي ناسك وبتحوكم اجراءاتك وبتخلي بالك من كل قرش بتصرفه. لكن اللي حصل ان احنا معانا ميراث لازم نخلي بالنا منه. دي مجتمعات، دي أسر. اوعى تخلي غضبك من سوء الأداء يتحول لعداوة مع اللي بيقوموا بسوء الأداء. اوعى تعمل كده. اوعى تكره الفقير. اوعى تكره الفقير. اكره الفقر لكن ما تكرهش الفقير. طب أنا هقول لكم على حاجة، أنا بطول كده دكتور مصطفى بجد، ما انت لازم تقول لي كده برضه. لما عملنا المساكن بتاعت المناطق الخطره، فقلنا للناس مش هناخد منكم فلوس يعني، هناخد بس منكم صيانه عشان نحافظ على اللي احنا عملناه يعني. فانا بقى حد يصدق ان انا اتابع الناس بتدفع ولا ما بتدفعش؟ حد يصدق؟ حد يصدق؟ بقى انت واخد بالك بشاير دفعت ولا ما دفعتش؟ الاسمرات دفعت ولا ما دفعتش؟ اهالينا دفعت ولا ما دفعتش ال 300 جنيه؟ وزميلي اللي موجود في المحافظه ولا في المحليات مش واخد باله؟ طب انا بقى ساعتها اقول ايه؟ اكفر بالفكره ومش هعمل كده تاني، مش كده؟ اعمل ايه؟ ما اعملش كده تاني. لا، انا لازم اعرف هو ليه كده واساعده
انه ما يبقاش كده، وما اكرهش سلوكيات الفقر، واكره الفقر نفسه واستهدف الفقر نفسه واغيره. وايه يا فندم؟ اغيره ولا نغيره؟ نغيره مع بعض. طب انا هقول لكم على حاجه، في ال 51,000 مدرسه دول مفيش في كل مدرسه جنب منها، انا قلت الكلام ده قبل كده من 5 6 سنين، مفيش جنب منها شباب يساعد مع وزير التعليم ومع مديريه التعليم في المحافظه ان يخش بشكل لطيف، يخش مع المجموعه المجموعه اللي موجوده يشجعهم. ما هو المرتبات تعبانه. المرتبات ايه؟ حد يقول لي يعني ايوه تعبانه. والله العظيم انا بكلمكم من قلبي، هنا اقل من 10,000 جنيه لاي حد بيشتغل ما يعيش. طب ما دول عايشين ازاي؟ ما دول عايشين ازاي؟ هتقولي طب ما تديهم. اقول لك يا ريت. تقولي الله، طب ما انت بتتكلم على انك انت بتعمل مينا ب 40 مليار. ما انا بقى لازم اكون متوازن في اداره الامر. غيرنا كان مساره أكل وشرب ودفع فلوس وسابها لما بقت على الحديد. النتيجة إيه؟ وقلت لكم إن بقى الإصلاح اللي موجود أكبر من قرار أي رئيس في الوقت ده الحقيقي. وبالتالي الناس خرجت هدت الدولة ديت. فما تستحملش تاني. فلابد إن إحنا أشتغل على كل قطاعات الدولة. حد يقول لي طب انت بتهتم بالاسمنت والحديد والبشر؟ لا انا مهتم بكله، بدليل لما تيجي تتكلم على وزير التعليم العالي تقول له اضفت كام جامعه في الفتره بتاعت طيب فكم جامعه؟ فيقول لك ايه دول بيعملوا الجامعات الاهليه دي عشان اللي يديها للأغنياء. لا، أنا بعمل مسار أطور بيه التعليم بتكلفة مالية أقل عشان أقدر أحسن في بيئة التعليم. بالمناسبة إيه المسار؟ مسار المتوازي. عندي قبح وعندي حسن، أخلص القبح ولا أعمل الحسن؟ أنا رأيي أعمل الحسن وأزود فيه وأقلل في القبح. ده اللي انا بعمله في اي حاجه بنتعامل فيها في البلد دي. اي اجراء بنعمله في مصر يستهدف كده، اتخلص من القبح في كل شيء، في التعليم، في التعليم. طب اقدر اخلصه كله؟ لو قدرت كله هخلصه. طب في الـ في الـ في الـ في النقل والمواصلات اخلصه، في الاسكان اخلصه، في المناطق الخطره والعشوائيات اخلصه، في التعليم والصحه اخلصه. ولما بنتكلم طب احنا كل مستشفيات مصر، خلي بالكم اللي هقوله عشان يبقى ايه، انا بقول على الهوا اهو بقى، ممكن وزير الصحه يعني يختلف معايا. تعالى اللي مهتم بانك تشتغل في المجال ده اعمل معايا اتفاق، هديك المستشفى واقفه على رجليها زي الفل، والرقم اللي انا حاطه يا دكتور هحطه. يعني ايه؟ يعني انا بصرف على المستشفى دي 50 مليون جنيه في السنه، أنا هدفع ال 50 مليون جنيه، وتعالى ديرها أنت بنظام استثماري، بس اديني نصيبي في ال 50 مليون حجم علاج، صح كده؟ ده متاح لكل المستشفيات في مصر؟ أه. وأنا بكلمكم كده على أه، أنت هتيجي تقول الموازنة بتاعت المستشفيات ديت؟ أهي. مستعد تخش تشغلها وأنا هديها لك زي الفل. وأنت ديرها بكفاءة القطاع الخاص وحسنه. وانا صاحب مصلحه، وانا هاخد خدمه بال 50 مليون جنيه اللي بدفعهم لناس بتوعي، وانت حاسبك عليهم. يعني هتقول لي النهارده انا ال 50 مليون دول انا عملت لك بيهم ده وده وده، هوافقك. طب انا هحسن كده الخدمه الطبيه؟ لو وصلنا لده هتتحسن. عرضنا الكلام ده امتى؟ من زمان؟ سنه 2 3 4، حد جه؟ ما بقولش ان ما حدش جه، يعني معناه ان الناس
ده انا بطرحه عليكم لكل اللي بيسمعني في مصر. الزراعه، لما جينا نعمل الزراعه بدانا بمليون ونص فدان، مش كده يا دكتور مصطفى؟ وعملنا دراسات مع وزاره الري والزراعه والمحافظات المختلفه بما فيها الظهير الصحراوي اللي فيها الاراضي ديت، وقلنا نطرح فنعمل البنيه الاساسيه ونديها للناس ولا لا. وقعدنا في نقاش كتير جدا في هذا الموضوع، وجه الدكتور مصطفى قال لي، والمهندس محلب برضه، والمهندس شريف اسماعيل ربنا يديهم الصحه يعني، قالوا لا يا فندم، الناس المستثمرين بيقولوا ان احنا هنعمل احنا البنيه الاساسيه ونزرع الارض ديت. كلام ايه؟ هل الكلام ده لما اقوله ليكو على الهوا كده، هل ده يعني يسيء لحد؟ طب حجم اللي اتزرع كام من مليون ونص فدان؟ 10%؟ 20%؟ طيب هل اتعمل بنفس الجودة والكفاءة اللي احنا بنتمناها لقطاع زراعي في مصر؟ طيب تعالوا بقى نتكلم، طب نعمل احنا مشروع جديد، المشروع ده فيه مثلا 2-3 مليون فدان، طبقا للمعايير ياخد له كام سنة؟ 15-20 سنة يا دكتور ولا ايه؟ مش كانت الدولة بتزود 40 ألف فدان كل سنة؟ يبقى ال 2-3 مليون فدان عايزين لهم 20-30 سنة، مش كده؟ مش كده؟ طيب لا مش عايز أضايقك، انا برضو بقدم كشف حساب زيكم، انت بتتكلم وبتدافع عن نفسك وبتتكلم وتقول في حوار نتكلم فيه مع بعضنا على بلدنا واللي بنعمله لها واحنا وناء عليها ولا لا. طيب النتيجة ايه؟ المسار لا اللي اتزرع ما يجيش 20% من الارض ديت. انا غلطان؟ انا غلطان؟ كويس، وانا مش شايفها. وانا ايه؟ يعني مش شايفها؟ يعني مش قادر اقول ان ال 200-300-400 الف فدان اللي احنا بنقول يا رب يكونوا اتعملوا، انا اقدر اخد انتاجهم واقول ايه؟ يتعملوا قمح عشان اجابه مشكله قمح، يتعملوا ذره عشان علف الدواجن ومش عارف ايه، يتعملوا اللي انا عايزه. طيب اللي عمل البنيه الاساسيه وتجهيز الدوله المصريه للزراعه من 180 سنة، يعني من 1805 واحنا طالعين كده، محمد علي يعني، ما كانش عنده مشكلة غير ان هو زي ما قلت كده المية بتيجي دايما من فوق ونازلة على تحت، وهو ياخد المية دي يعمل لها شوية قناطر صغيرة وشوية جسور تخش على الأرض اللي عايز يزرعها، وزرع وحسن زراعة 4-5 مليون فدان في الوقت دوت. والمبلغ اللي دفعه ساعتها الدولة استوعبته تكلفته على مدى ال 100 سنة اللي فاتوا. طب لما اجي اقول لك النهارده لأي حد مهتم بالزراعة، تعالى أعمل لك مليون فدان يكلفه 150 مليار جنيه. يكلفه إيه؟ 150 مليار جنيه. تقول لي إزاي بقى؟ ده كل ده عشان بس أزرعهم 150-180. طب بعمل كده ليه؟ لأن الأرض اللي كانت بتتروي ري مريح خلصت، مش كده يا دكتور؟ بقى أنا دلوقتي عايز أروي أرض عكس اتجاه الانحدار الطبيعي، فعايز أعمل ترع عكس الاتجاه، محطات رفع عكس الاتجاه، محطات معالجة لمية ممكن نستفيد منها عشان ما يبقاش بنسيب نقطة مية تكلفنا. طيب مستعدين في الاستثمار لأي حد داخل مصر أو بره مصر يصرف كده؟